مرحب حبايبي، اليوم قدامنا انا وياكم طريقة تحضير سلطة الجرجير الروكت. عنا جرجير، حبة بندورة، بدي استعمل نص بصلة، كمان عندي ملعقة صغيرة دبس الرمان، ملعقة صغيرة عصير حامض، وملعقة طعام زيت زيتون، جوز وملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا نقشر البصلة ونقطع نصها. بعد ما قشرتها وغسلتها هلا بنقطعها بهذا الشكل. كمان البندورة بقطع البندورة عهوى البصل والجرجير. سلطة كتير سهلة وسريعة ومغذية كمان بنفس الوقت. حط فوق الحامض ودبس الرمان وزيت الزيتون. دبس الرمان بيعطي كتير كتير طعم طيب بالسلطات. ملح والجوز خلطهم بإيدي عشان فرفة البصل بهيدا الشكل. هلا بنحطهم بالصحن. هيدي سلطة الجرجير اللي عملتها أنا وياكم، شكلها عن جد كتير رائع. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.